ώρα αν δεν κάνει δύο ώρα, ώρα input, value must add value, dynamic integration, وحاول اعمل الميزيشن لازم يتيجي اسوي ايه؟ واستند بير البارامترز بتاعتي الكنترولر بتاعي اذا انا اقدر اعمل بيها الميزيشن يتيجي اسوي ايه؟ وعرفنا الطريقه ما عرفتش ازاي انا بحسب يتيجي اسوي ايه؟ وكنا وصلنا للسؤال اللي قدامنا ده وصلنا ان يتيجي اسوي ايه بيساوي ان ترجع على الكيل مضروب في تاو ام زائد 1 على كيل في وقلنا التاو ام ده عباره عن احد معاملات البروسيس اللي انا بعمل عليها كنترول استخدام كنترولر اسمه جي سي وفرضنا ان هذا الكنترولر هو عباره عن امبليفاير بس قيمته كي في كلمه امبليفاير عالي بس طيب جبنا الانتجر سكوير ايرور بهذا الشكل ان الاي كيو بتساوي ال تربيع على الكي مضروب في التاو ام زائد 1 على كي في فنقدر نستخدم في هذه الحاله ان الانتجر سكوير ايرور اللي انا عاوز اعمله اوبتمايزيشن بيعتمد على تو بارامترز تاو ام اللي هي احد البارامتر بتاع البروسيس نفسها زي ما قلنا ممكن يكون موتور اتحكم في سرعته ممكن يكون اي سيستم فيرمال سيستم ميكانيكال سيستم بتحكم في بارامتر معين فالتاو ان دي عباره عن احد البارامترز بتاع البروسيس والكي في ده عباره عن الجين بتاع الامبليفاير او الكنترولر اللي انا استخدمه ده بسميه كنترولر وده بسميه البروسيس او البلانت طيب وقدرنا نستخدم المره اللي فاتت عن طريق ان احنا سوينا المقام باستخدام الستاندرد فورم بتاع السكند اوردر سيستم قدرنا نوصل لزيتا واوميجا ان بدلاله البارامترز بتاعي الكنترولر والبروسيس وصلنا في اخر المحاضره على ان زيتا بتساوي 1 على 2 في جذر تاو ام كي في وصلنا ان الاوميجا ان بتساوي جذر التربيع الكي في على تاو ام ده باعتبار ان انا قربت السيستم بتاعي حتى لو ما كانش سكند اوردر قربت الى سكند اوردر سيستم وافتكرنا حاجه مع بعض افتكرنا ان السكند اوردر سيستم بيمثل بتو كونشنج بولز موجودين ناحيه الشمال باعتبار ان السيستم بتاعي از هول الكلوز لوب كنترول سيستم بتاعي كانوا ستيبل سيستم وفرضنا ان احنا قربناه لسكند اوردر سيستم حتى لو ما كانش سكند اوردر باستخدام التو بولز اللي هم كونشنج وافتكرنا مع بعض ان البوينت دي او البوينت دي المسافه من الاوريجن بتاعتها ده بسميه اس بلين ده يا جماعه اسمه كتير وكده عندكم اس 2 اللي هو عباره عن دلتا جي اوميجا. طيب قلنا ان المسافه بين البوينت دي والاوريجن بتاعتي هو عباره عن اوميجا ان. تمام؟ وافتكرنا شويه العلاقات كنا خدناهم في الترم الاولاني كده بتربط لي البارامترز المختلفه يعني. فبنقول ان دلتا اللي هو الجزء الريال الجزء الري بتاع البوينت بتاعي اذا كان فوق او تحت فالجزء ده اللي هو عم نقدر نقصه فيه ده هو عباره عن دلتا قيمته بتساوي زيتا اوميجا ان حيث زيتا دي عباره عن الدامبنج بسميها ايه؟ دامبنج ريشيو والاوميجا ان بسميها ناتشرال فريكونسي او اندامبنج فريكونسي اللي هي ما اقدرش الفريكونسي ما اقدرش اللي هي موجوده غصب عني في السيستم بتاعي. طيب عرفنا ان العلاقه اوميجا بتساوي اوميجا ان في الكسر الترجيعي الواحد ماينس زيتا تربيع وعرفنا ان الفاي بتساوي كوزاين ماينس 1 زيتا كويس يبقى انا لو قدرت اجيب زيتا اقدر اجيب فاي اقدر اعرف مواقع البولز طيب لو ربطت مواقع البولز دي بتاعتي بالقيم اللوجيك ان بقيم البارامترز الموجوده عندي يبقى انا اقدر اعدل في البارامترز هنا اللي هي كي في والتاو ام زي ما انا عايز بحيث ان انا احدد ايه اماكن البولز اللي تخلي لي الريسبونس بتاعي انا محدده مسبقا عن طريق حساب قيمه زيتا اللي بتعمل مينيمايزيشن للانتجرال سكوير يبقى احنا بنفكر ازاي عندي الانتجرال سكوير ايرور بحول الانتجرال سكوير ايرور ده كفانكشن في الزيتا والاوميجا ان تمام واستنتج الزيتا والاوميجا ان كفانكشن في البارامترز بتاعت البوست بتاعتي يبقى لما انا اعمل مينيمايزيشن للانتجرال سكوير ايرور يبقى اقدر في هذه الحاله اجيب قيم التاو والكي في اللي هي تعمل لي مينيمايزيشن لهذا الانتجرال سكوير. فتعالوا خدها خطوه خطوه عملنا ايه؟ وصلنا للشكل ده المره اللي فاتت. وصلنا ان زيتا بتساوي الكلام ده واوميجا ان بتساوي كده. هنعمل بس حاجه يعني حاجه ماثيماتكس بسيطه كده عشان اقدر احول الشكل ده كده بدل ما هو في تاو ام وكي في يظهر فيه زيتا واوميجا ان. فتعالوا نشوف عملنا ايه؟ ضربنا البسط والمقام بتاع الايكويشن رقم واحد في اوميجا ان. يعني ضربت هنا في اوميجا ان البسط والمقام. سبت المقام زي ما هو اوميجا ان. لما اضرب البسط
بعد كده كوميدين وحطيتها بقيمتها اللي هي بي في على تربيع. فبقت عندي هاي تو بتساوي الشكل ده كده. تمام؟ اختصرنا شكل حاجات التو ام مع التو ام دي يبقى كانها تو ام تو ذا باور بار. تو ام جاز نص. دخلتها مع البي في فبقى عندي حاجه بالشكل ده. فوصلت الهاي تو بالفورم دي كده. عملت ايه؟ شلت بقى السيتا بتاعت اللي هي بتساوي 1 على 2 جاز تو ام بي في. شلت جاز تو ام بي في وعبرت عنها كان 1 على 2 سنتيمتر اهي. ودي نفس القصه بتبقى عباره عن 2 سنتيمتر. فقدرت اوصل الانتجرال سكوير كداله في البرامتر كداله في مواقع البولز كداله في مواقع البولز بالسكند بروكر سيستم. فبقت عندي هاي تو بتساوي ال تربيع على 2 كوميجان مضروبه في 1 على 2 زيتا زائد 1 على زائد 2 زيتا. كويس قوي. يبقى دلتا رو من الانتجرال سكوير بتاعي هو داله في الاوميجان والزيتا. كويس قوي. سببنا واحد فيه اعتبرت الاوميجا هيد بتاعي على نصنا كده اعتبرنا هنا الاوميجا هيد بتاعي بيساوي كونستنت. تمام؟ كونستنت يعني هو كده هيتقسم عليا مع الشكل ده ممكن اجيبه كده اجيبه كده اطلعه فوق وهكذا يعني كده مع سكات الاوميجا هيد الموقع ده ممكن يتغير والفايل يتغير وهكذا يبقى السكات تتغير. فانا سببت اعتبرت ان انا عندي الهيد السابق اللي هي الوان دام فريكونسي اوميجا هيد خليتها كونستنت قيمه ثابته. فبقت عندي معادله دي مفيش فيها متغير غير قيمه زيتا لان الام تربيع ده هو عباره عن الانبوت بتاعي. يعني انا بعمل الديزاين ده يا جماعه لانبوت معين. ناخد بالنا من كده ان انا بعمل الديزاين للبارامترز بتاع الكنترولر بتاعي اللي هي البي في او البارامترز بتاع الكوست بتاعي باعتبار ان انا عندي انبوت معروف مسبقا ومعروف قيمته. تمام؟ ما اقدرش اعمله كده على ما يبقاش حاجه جنرال يطبق على اي انبوت. لا انا بعمل المساله بتاعتي تبقى كويس قوي. فوصلنا الشكل ده كده هنا واعتبرنا ان الاوميجا هي كونستنت. فضلت الاي تو بالنسبه زي ما كنا بنعمل زمان بقى بسرعه عشان اجيب المينيمم بوينت او الماكسيمم بوينت اللي انت فاكرين القصه دي كنا بنفضل بنساوي الصفر. ففضلنا هنا بالنسبه لي زيتا طلع عندي الشكل ده. وبعدين سويتها بالصفر. سويت البارشال اي تو باي بارشال زيتا. طبعا كنت ممكن اعملها دي اي تو باي دي زيتا مفيش مشكله. ان انا ما عنديش المتغير واحد بس هو زيتا. بس جنرالي احنا قلنا بارشال طيب عشان يعني ممكن يكون عندي في متغيرات ثانيه بس احنا بنجيب مساله بسيطه المتغير اللي هحط فيها هو عباره عن زيتا وسويتها بالصفر ومشينا كده لحد ما لقينا قيمه زيتا. لقينا ان قيمه زيتا بتاعتي بتساوي نص. كويس قوي. يبقى وصلت لقيمه زيتا بتساوي نص. يبقى لو انا جيت في المعادله بتاعت زيتا وعلاقتها بالكي ام بالكي في بتاعها اللي هي زيتا بتساوي 1 على 2 جذر بتاعها ام كي في وشلت زيتا حاطط مكانها نص يبقى اقدر استنتج علاقه تو ام كي في. يعني اقدر استنتج علاقه تو ام كي في مطلوبين في بعض يساووا قيمه معينه وات ايفر يعني. يبقى بالتالي لو انا عارف حدود الامبليفاير بتاعي كي في ممكن يتغير من كذا لكذا يبقى انا اقدر اختار قيمه تتناسب كي في وتو ام لهم علاقه ببعض بحيث ان انا اقدر احط هذه العلاقه احققها في السيستم بتاعي. يعني مثلا زي كي في بتساوي ثلاث ارباع تو ام كي في بتساوي اي علاقه ممكن علاقه بين متغيرين بفرق واحد اقدر استخدم التاني او ممكن هو يقول لي ده البروسيس بتاعتي التو ام بتاعتها من كذا الى كذا. تمام؟ او ليها قيمه محدده التو ام ليها قيمه محدده موجوده في الداتا شيت بتاعت الموتور اللي انا جايبه او موجوده في الفيربال سيستم بتاعتي التو ام معروف. يبقى لو انا عارف التو ام اقدر استخدم هذه الحاله كي في. يبقى انا بمعلوميه التو ام استنتجت قيمه الكي في اللي في الماني السيستم بتاعي ستيبل البولز بتاع الناحيه الشمال مش بس كده بتضمن لي ان الانتجرال سكوير ايرور اللي هو الايرور ده بمرور الوقت بيقترب من ايه؟ من الصفر. يبقى انا عملت حساب. تمام؟ ممكن قوي يكون البروسس بتاعتي ما هياش كتير بس شويه متغيرات كتير. المساله زي ما هي مفيش مشكله خالص. بقى بفرض ان الاوميجا جاي كونستنت وبفرض بالنسبه للمتغيرات بتاعتي. تمام؟ بفرض بالنسبه للزيتا وهكذا واشوف علاقه الزيتا بكل متغير من هذه بعض الاسنان تشايل كونديشنز هي الكونديشنز اللي تضمن لي ان الكنترولر اللي انا عملته في هذه البروسيس بيضمن ان الانتجر السوبر ايرور قيمته بتساوي كام؟ بيحصل لها اوبتمايزيشن بتقترب من الصفر. وعاوز اخبركم ان الانتجر السوبر ايرور كان شكله عامل ازاي هو عباره عن زي ما بقول لك الانتجر السوبر ايرور يعني معناها كيرف مربع
يعلمه التكليف. تمام؟ دي احد الكرايتيريا، احد الخصائص اللي بعمل عليها الديزاين بتاع الكنترولر بتاعي عشان يقام بهذا الوضع. دي مثلا الانتجر سكوير دي انت معاك بسميها ايه؟ الديزاين كرايتيريا بتاعتك. ايه الديزاين كرايتيريا؟ اللي هي الخاصيه اللي ببني عليها احصل منها على القيم بتاع الكنترولر بتاعي ايا كان طبيعه هذا الوضع. واضحه؟ طيب تعالوا نشوف حاجه ثانيه، ناخد كده مثالين تانيين برضه عشان نقرر الموضوع شويه قبل كده. خلي بالكم ايه اللي عملناه؟ انا كان عندي السيستم بتاعي ان انا فرضت مسبقا ان جي بي وجي سي لما اجي اعمل الكلوز لوب كنترول سيستم اللي هو حصل ضرب يمكن في بعض على وقت زي اللي حصل ضرب جي بي هيعمل لي سنه بروجر سيستم. يعني المقام بتاعي سنه بروجر سيستم. لو ما كانش سنه بروجر سيستم احنا قلنا ان اي سيستم في الدنيا اقدر اقربه الى سنه بروجر سيستم. ده اللي بيعمله معاه كنترول. دي بيعمل ايه؟ اي كان السيستم بتاعه مين بطريقه او باخرى لسه ما قلناش عليها بنقدر نحول هذا السيستم الى سكند بروجر واكمل الديزاين بتاعي. اللي انا عملته ده اسمه اناليتيكال ديزاين اللي هو ديزاين كده ورقه وقلم شويه اسئله. احنا كنا خدنا قبل كده في التيم ده يعني ازاي نستخدم الروت لوكس والمايكروس مش كده؟ لسه هناخد حاجه كمان كمان اسمها الروت بوك بس بعد ما نجرب الجزء بتاعنا. تعالوا ناخد المثال التاني. واحد على واحد زي الكلام ده بس واحد على واحد زي
كويس قوي. جبت فيه اوركسترا وكام؟ كان بيعمل في الاس 2 فقسمت على الاس. كان يا رب يعمل واحد على الاس. الاس ترجمت عباره عن اس. فبقت عندي فيه اوركس كان بيعمل في الاس 2 او كان بيعمل في الفريكونس 2 بالشكل ده. اي اوركس بتساوي اس على اس ترجم زائد اي بي في اس زائد اي. هو ده الشكل اللي انا عاوزه عشان احسب منه الانتجر سكوير جاوب. لما قلنا في المحاضره المره اللي فاتت قلنا ان في تجاوب. تبقى الشكل الترانسفير فانكشن بتاع الاس تبقى بشكل اي واس وتبقى بشكل الكوفيشنس بتاع الاس واس ترجع وهكذا اقدر استنتج مباشره انتجر سكوير ايرور دون ان يقوم الى اجراء عمليه تكامل للشكل ده اللي هو تكامل من زيرو لانفينيتي ترجع لانفينيتي. كل الكلام ده اقدر احسبه بمعلوماتي الاي واس كبسط ومقام بهذا الشكل ومعلومات الكوفيشنس بتاعتها عن طريق استخدام شويه تجاوب. يعني زي ما قلت لك لو انا سالتك في الامتحان في حاجه زي كده لازم شكل قدامي ده بقوم ببص على المقام بتاعي بشوف اكبر اس مفهوم المقام. الاول تحول الفورم العامه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها في القرن الاول. طيب بقول الكوفيشنس بتاعت البسط بسميها سي سي هات والكوفيشنس بتاعت المقام بسميها تي. طيب اعلى اس مرفوع عندي في البسط هنا هو باور كام؟ واحد اس اس واحد يبقى بسميها على طول سي واحد يبقى سي واحد في اس زائد سي مو. برتبها ترتيب تنازلي. طيب اعلى اس موجود في المقام عندي هو عباره عن ايه؟ اس ترجيع بسميها دي 2 اس اس 2 دي 2 دي 2 اس ترجيع وانزل ترتيب تنازلي دي 2 اس ترجيع دي 1 اس زائد دي 2. طيب ده شكل من التداول بتاعك لو جيت بصيت في الجدول بيقول لي اذا كان عندك الام بتساوي ايه؟ الام هي عباره عن ايه؟ الام هو عباره عن اعلى اس موجود في المقام. فانا عندي اعلى اس موجود في المقام هو اس ترجيع فالان دي ان بتاعتي بتساوي 2. فبيقول لي ان الانتجر سكوير ايرور بسميه اي 2 من الجدول الانتجر سكوير ايرور بيست على هذه الكوفيشنز بتساوي سي 1 ترجيع دي نون زائد سي نون ترجيع دي 2 على 2 دي نون دي 1 دي 2. طبعا بستخدم السي 1 والسي نون والدي 2 والدي 1 والدي نون عن طريق مقارنتها بالدي او اس. فزي ما قلنا هنا انا عاملها تفصيليه شويه طبعا. فكانت الدي 2 هنا بتقابل ايه؟ الدي 2 هنا هي عباره عن الكوفيشنت بتاع اس ترجع. الكوفيشنت هنا قيمته 1. طيب الدي 1 اللي هو الكوفيشنت بتاع اس قيمته هنا بتساوي ايه زائد؟ الدي نوت بتقابل هنا قيمتها اي بي وهكذا. السي 1 بتقابل تعالى نبص كده السي 1 قيمتها 1. السي نوت هنا قيمتها صفر مفيش حاجه واضحه. فكده انا جبت فكره الدي 2 هعرف بقى في المعادله دي مباشره المعادله اللي هي اي 2 اقدر استخدم في الانتجريشن ده اللي عملته اي 2 تساوي كده. وصلنا للشكل ان الاي 2 تساوي 1 على الدي زائد الدي مضروبه في ايه زائد زي ما قلنا برضه في المثال ده. لو انا فرضت قيمه الاي اقدر استخدم ما يقابلها بين الدي اللي هي هتعمل لي اللي هي هتحسب لي قيمه الانتجر سكوير دي قيمه الانتجر سكوير. لو انا عاوز اعمل مينيمايزيشن نفس العمليه هي بالظبط هعمل بارشل ديفرنشيشن بالنسبه لـ إيه وأساوي بالصفر، وأعمل بارشل ديفرنشيشن بالنسبه لـ إيه وأساوي بالصفر، وأستنتج علاقة الـ إيه والـ إيه اللي هي تعمل لي هذا المنزل. طيب هنا بس أنا بحسب بس القيمة بتاعتي. أنا بسألها هنا في السؤال القيمة في مكان إذا كانت الـ إيه بتساوي بـ إيه. خلاص بقى لأنها واحد على الدين الـ إيه تبقى إيه زائد إيه أو إيه زائد إيه. فكانت الـ إيه سكوير قيمته بتساوي 1 على 4 إيه أو 1 على 4 إيه. طب لو عاوز اعمل مينيمايزيشن للدي او للدي او للدي خلاص امينيمايز الدي او للدي بس بشرط ان السيستم بتاعي يفضل ستيبل. لان ممكن واحد يقول لي انا ممكن اخلي الدي بتاعتي قيمتها كام عشان اسحب مينيمايزيشن هنا؟ انفكت عشان لو خليت الدي انفكت في سكوير واحد في القصه يبقى انا عملت مينيمايزيشن بس ده لا يتطابق على المساله بتاعت ممكن ليه؟ ممكن يكون انا عندي قيود معينه على قيمه الدي فانا ممكن اختار ايه اكبر ما يمكن عشان اعمل هو انا بجيب القيم اللي تخلي لي الايرور اقل حاجه يعني في المساله دي ولا ايه؟ انا بقول ايه بعمل مينيمايزيشن للانتجر سكوير احنا عملناها حسبنا الانتجر سكوير اعمله مينيمايزيشن ازاي بقى؟ افضل بسيط يعني بحسب الانتجر سكوير ايرور بعد كده اعمله مينيمايزيشن بالظبط بالظبط. طيب وقت ما يبقى فاضل ايه؟ لان هو البارامتر هقول لو انا عاوز اعمل مينيمايزيشن للانتجر سكوير ايرور انا هنا حسبت بس يعني كان مطلوب عندي ان انا احسب الانتجر
فكرت بحاجه فين صغيره كده تقدر تحكي لي مثلا. فجينا لما كنا بنجيب اللابلاس ترانسفورم لاي داتا في التايم دومين، يعني عاوز احول اكس اوف تي بدل ما هي جايه اوف تي الى كابيتال اكس اوف اس. فكنا بنقول ان التعريف بتاع اللابلاس ترانسفورم ان الاكس اوف اس كابيتال اكس اوف اس بيساوي تكامل من 0 ل 1 اكس اوف تي مضروبه في يوس ماينس اس تي بالنسبه للتي تي. مش ده تعريف اللابلاس ترانسفورم؟ طيب تعالوا نفضل الطرفين المعادله بالنسبه لاس. لو فضلت الطرفين دول بالنسبه لاس فاقدر اقول ان دي اكس او اس على دي اس بيساوي تكامل من 0 ل 1 نهائيه، وهفضل اللي هو التكامل ده هفضله بالنسبه لي انا هفضل بالنسبه لاس. لما هفضل بالنسبه لاس يبقى اي حاجه فانكشن اوف تي كانها كونستنت. فنزلت الاكس او تي زي ما هي دي في الاولى في تفاضل الاتجاه. تفاضل الاتجاه بالنسبه لاس هي عباره عن ايه؟ ماينس تي فيوس ماينس اس تي زائد الثانيه في تفاضل الاولى. الاولى كونستنت كان نفسه. فكان دلوقتي دي اكس او اس على دي او اس بيساوي تكامل من 0 ل 1 ماينس تي اكس او تي فيوس ماينس اس تي. كويس؟ طيب جبت الماينس دي ناحيه الثانيه. طب عندي ماينس دي اكس او اس على دي اس بيساوي تكامل من 0 ل 1 تي اكس او تي فيوس ماينس اس تي. طيب تعالوا بقى نعمل ايه؟ هنعوض عن اس ب 0 في طرفين المعادله دول. يعني كان دي اكس اوف اس على دي اوف اس بالماينس، لما اعوض عن اس ب 0 في الطرف الشمال بتساوي الطرف اليمين لو عوضت عن اس ب 0. اي حاجه اصل صفر بكام؟ 1. فكان الطرف اليمين هيبقى تكامل من 0 لما النهايه تي اكس اوف تي دي تي. خلطوا هذا الشكل بالشكل ده. مش الشكل ده اللي هو تكامل من 0 لما النهايه. هو نفس الشكل ده بس بيحل محله هنا اكس اوف تي بيحل محله هنا دي تربيع اوف تي. كويس؟ يعني لو انا جبت لي اي تربيع اوف اس اوكي؟ ما هي الاكس اوف اس دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الاكس اوف اس دي مش هي عباره عن اللابلاس ترانسفورم بتاع اكس اوف تي؟ صح؟ يعني كانها بالظبط الاكس اوف تي بس بعد ما عملها لابلاس ترانسفورم بتتحول الى اكس اوف اس. طيب انا لو جبت تي دي تربيع اوف تي اوكي في الاس دومين كويس وفضلتها بالنسبه الى اس وبعدين ضربت الماينس وبعدين عملت على اس زيرو مش هيديني نتيجه كام على بس هسيب الكلام ده هقول لك كمان مره. هقول لك كمان مره بسرعه. انا بقول ان الاكس اوف تي عشان احول اكس اوف تي الى اكس اوف اس يبقى بعمل ايه؟ لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم بيقول لي ان اكس اوف اس تعريف لابلاس بيقول لي ان اكس اوف اس بيساوي تكامل من 0 لما النهايه اكس اوف تي اي او سي ماينس اس تي دي تي ده تعريف لابلاس. كويس؟ لما جيت افضل الكلام ده بالنسبه لاس هفضل الطرف اليمين بالنسبه لاس مع مجرد اي حاجه فانكشن اوف تايم التفاضل بتاعها بصفر كونست. فوصلنا الى هذا الشكل وصلنا الى ان الدي اكس اوف اس على دي اوف اس تساوي تكامل من 0 للانفينيتي دي اكس اوف تي دي تي. كويس؟ تعالوا نقارن بالشكل ده تكامل من 0 للانفينيتي تي اكس اوف تي بالشكل اللي انا عاوز اجيبه ده اللي هو تكامل من 0 للانفينيتي تي اي تربيع اوف تي. يعني لان الاكس اوف تي هنا بتقابل الاي تربيع اوف تي. صح؟ طيب انا جبت ناتج التكامل ده ازاي؟ عن طريق ان انا جبت الاكس اوف اس الاول. الاكس اوف اس هي عباره عن اللابلاس ترانسفورم بتاع الاكس اوف تي. تمام؟ يعني في الاس دومين يعني كانها اكس اوف اس بس متربعه. يبقى لو جبت اكس اوف تي اوكي؟ لو انا جبت اكس اوف تي بدلاله اكس اوف اس يعني الكادر از فانكشن اوف اس مش هقدر اجيب دي التربيه بتاعتها كفانكشن اوف اس. طيب جبتها كفانكشن اوف اس يبقى لو انا فضلت الكلام ده فضلت بالنسبه لاس وضربت في اشاره ناقص وعورت على اس بتساوي زيرو يبقى اوصل للحد ده. اوكي؟ يعني كل ده هجيب اللي انا جبته قبل كده هربعه
تعالوا نشوف حاجه ثانيه كده برضه بسيطه يا جماعه. انا عندي الاكسبيرينس لو انا عاوز اعمل يا جماعه مينيمايزيشن، لو عاوز اعمل مينيمايزيشن بس الاكسبيرينس معينه كل شويه بتزيد ستيب باي ستيب. والله قلت حالا لو قلت انا ممكن اجيب كيف الكي في وعلاقتها بتو ام هنا وافرض قيمه للكي في وبناء عليها اقدر استخدم قيمه التو ام، او انا عندي قيمه التو ام مسبقا فاقدر اجيب قيمه الكي في المقابله دي. طيب افرض ان انا عاوز اعمل كنترولر، يعني عاوز اشوف قيمه الكي في بس بشرط ان يكون في عندي كونستنتس على البوست بتاعي. يعني ايه كونستنتس؟ يعني بتقول ان التو ام دي بتتغير بين قيمه وقيمه اخرى او لا تزيد عن قيمه معينه. تمام؟ يبقى في هذه الحاله اقدر اعمل ديزاين للكنترولر يونيفرسال شويه. يعني ايه يونيفرسال؟ يعني اقدر اعمل ديزاين للكنترولر يتعامل مع اكثر من ترانسفير فانكشن مع تغير قيمه التو ام ويديني ريسبونس مناسب. دي بسميها ديزاين ويز كونستنتس. يعني ده معنى بسميها ايه؟ تصميم لقيمه او استنتاج لقيمه البارامتر بتاع الكيمي بتاعي بس بقول ان في قيود عندي في المساله. هفكركم الاول بحاجه في الرياضه، انتوا اخدتوا اللابرانش واللابرانش مالتي بلاير وسيت راوند مينيمايزيشن وكده؟ لا مش مهم. طيب هفكركم بحاجه كده، انا كنت عاوز اعمل كده تاني. هفكركم بحاجه ما تزيدش عن كام معين. ده انا ممكن لو زودت الاكسبيرينس، ممكن
على الاكسبيريشن. تمام؟ في ده اللي عامه حصل لك ريزيشن اللي هي ده التايم في سرعته تايم في سرعته. تمام؟ وفي نفس الوقت عارف في ريت تاني على الاكسبيريشن هو ما يزيدش عن قيمه معينه. طيب دي بنعملها ازاي؟ الداله الاصليه اسمها شيء هي عاوزه تعمل ريزيشن. برضه في حاجه اسمها الراجنال ديكاير طبعا دي اسمها القصه الاولانيه. سميته لامبو. ده رقم في الفاي. ايه هو الفاي؟ الفاي هي الداله الثانيه اللي انا عاوز هذه القيمه لا تزيد عن قيمه معينه، يعني الداله دي تزيد عن قيمه معينه. هناخدها بمثال بسيط بعد ما نعمل قصه الشغل. فبقول ان الاف بتساوي جي زائد لامبدا في الفاي. وبعدين افضل الاف الجديده، انا فرضت داله جديده، فرضت داله جديده خالص. هي عباره عن ايه؟ الداله الاصليه اللي انا عاوز اعملها ميزيشن الجي زائد حاجه اسمها البرانش مالتيبلاي مضروب في الداله اللي انا حاطط عليها الجيم ان هي اقل من الاسبوع الحالي. بل عندي داله دي اسمها كابيتال اف. الداله الكابيتال اف دي افضلها بالنسبه الى اكس اي بالنسبه للمتغيرات دي. واسال السؤال فاشل ديفريشن بالنسبه لاكس 1 واكس 2 وهكذا. هبص الاقي هجيب بيها ايه؟ هبص الاقي هجيب لي كونديشنز. هذه الكونديشنز هي الكونديشنز المناسبه اللي تخلي لي الداله دي يحصل لها بريمايزيشن. وبعدين اطلع قيمه اكس اي كداله في اللارج مالتيبلاير. هناخدها مثال يعني معلش هفكر فيها شويه، هاخدها مثال بسيط يعني. وبعد كده هستخدم قيمه لمبه اللي هي تعمل لي هذه الريمايزيشن. يعني في مثال كده انا مش هقول لك بس هقول مع بعض. مثال حاجه بتاعت رياضه كده. لو عاوز اعمل ريمايزيشن لاريا بتاع برايت سيلتر سيلتر، لو عندي سيلتر سيلتر اسبوع كويس. هقول لك مثال رياضه كده، رياضه تمام. اسبوع اسبوع اللي عاوز اعمل ميزيشن الاريا بتاعتها بس بشرط ان الفوليوم بتاعها ما يزيدش عن حد معين. يعني الفوليوم بتاعها يكون اقل من او يساوي قيمه معينه. يبقى عاوز اعمل ميزيشن الاريا بتاعت اسطوانه بس بشرط ان الفوليوم لا يزيد عن حجم معين. خلاص ده بيمثل لي حاجه زي كده، مثال بسيط حاجه زي كده، ان كان الداله العامه بتاعتي اللي هي بتعبر عن الشيء هي عباره عن داله ايه؟ الاريا، هي الاريا بتاعت السلم. طب والداله فاي بتعبر عنها ايه؟ الفوليوم. فعاوز استخدم بقى القيم دي بتاعتي. القيم دي عباره عن ايه؟ هي السلندر عباره عن ايه؟ الاير دي مثلا الريبس بتاع الباور بتاع السلندر والارتفاع بتاعه. لو انا عندي كون كده، الكون ده بيبقى الارتفاع بتاعه والريبس بتاعه هو اللي بيحدد لي الحجم، هو في نفس الوقت بيحدد لي الاير. الاير دي انا عاوز احصل لها بريميزيشن ولكن الحد لا يزيد عن حد معين. دي نفس المساله بالظبط. عاوز اعمل كنترول على الموتور السرعه بتاعته يحصل لها ميزيشن بس بشرط ان الاكسليشن بتاعتي تبقى تزيد عن حد معين. نفس القصه. عاوز اعمل ديسبيسمنت، عاوز اخلي الموتور بتاعي يتفرج مسافه معينه زاويه معينه بس بشرط ان الزاويه دي الاكسليشن برضه لا تتعامل معاها معين. يعني لما انا بدي اعمل مع كنترول على بوزيشن بوزيشن في على فكره تجارب في المعمل حاجه خاصه بيها. البوزيشن كنترول انا بعمل ايه؟ انا عاوز الموتور بتاعي يلف زاويه معينه يسبق عندها. صح؟ ممكن يلف يوصل للزاويه دي. كده؟ يسبق عندها ممكن على مهما على مهما بتعتمد على ايه؟ السرعه او الاكسلريشن. يبقى انا بعمل بوزيشن كنترول بس بشرط في كونديشن على السبيد. او عاوز اعمل بوزيشن كنترول شرط ان في يكون عندي قيود على الاكسلريشن. أنا أخذ بيك شوية من 10 دقايق من كلامي. أنا بقول مينيمايز الأريا بتاعت الرايت سيركلر سيلندر. ده واخدنا بس مثال شوية رياضة كده، المرة الجاية المفروض هناخد على المسألة بتاعت الكنترول يعني. وبقول إن الريديس بتاعي قيمته R واللينف قيمته L بس بشرط إن الفوليوم بتاعي لا يتعدى قيمة معينة أو يساوي قيمة معينة. هنقول إن الفوليوم بتاعي قيمته بتساوي في بتساوي في في نوت اللي هي كونستنت فاليو. تمام؟ يعني ممكن اكبر الريديوس واصغر الارتفاع او العكس وهكذا بس بشرط ان انا اعمل مينيمايزيشن للاريا. تمام؟ ويكون عندي الفوليوم بتاعي لا يتعدى قيمه محدده. فكان عندي تو ايكويشنز. اول حاجه لازم عشان احل حاجه زي كده لازم اعرف التو ايكويشنز اللي هم انهي ايكويشنز اللي هي الجي والفار في الجنرال. الجي بتاعتي هي عباره عن الفوليوم. يبقى الفوليوم بتاعي عباره عن باي ار، باي ار تربيع ال. اوكي؟ مش ده هو عباره عن الفوليوم بتاع الاسطوانه؟
لو مش بنعرف الارتفاع كويس قوي. والاريا بتاعتي اللي هي عباره عن الداله ان انا عاوزها بقى تتعدى قيمه معينه اللي هي يكون عليها كونسترينتس عليها قيود اللي هي هنا مقابل الداله اللي اسمها فاي. فالاي بتاعتي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مساحه القاعده بتاعتها في المساحه الجانبيه بتاعتها. المساحه الجانبيه عباره عن ايه؟ بتاعت اسطوانه 2 باي اللي هي المحيط بتاع الدايره في ارتفاع 2 باي مرة تانية تمام؟ طيب دي اللي هي عباره عن الفوق بتاعها تمام؟ وده عبارة عن المساحة الجانبية، دي المساحة الجانبية دي عبارة عن السطحين الفوق اللي انت علاقة تربيع أو اتنين بيعرف تربيع. طيب يبقى دلوقتي أنا هعمل دالة جديدة اسمها اف، إيه الدالة الجديدة؟ مجموعة الاتنين، بنطبق نفس الكلام ده بالظبط. اللي هي الأريا اللي هي المطلوب تصغيرها اللي هي الفانكشن اللي أنا عاوز أصغرها زائد فرضت حاجة اسمها لاجرانج مالتيبلاير لمدا. لمدا مطلوب في إيه؟ مطلوب في الدالة اللي أنا عاوزها تثبت عند فئة معينة اللي هي عبارة عن الفوليوم. تمام؟ عشان كده هنفتكر بالعربي ان ده المطلوب تثبيت ده. فبقت عندي اف هي عباره عن الداله الجديده اللي هشتغل عليها ايه زائد لندا في اعوض بقيمه الاي وقيمه الفي من المعادله 1 و2. فيبقى عندي الاف بتساوي ايه بقى؟ الاف بتساوي الكلام ده كده. فبقت عندي الداله اف تعتمد على ايه يا جماعه؟ تعتمد على ثلاث حاجات. الداله دي بتعتمد على الار والال واللندا. صح؟ مش هما دي القيم الثلاثة اللي هي تقدر تخلي هذه الدالة الاف الجديدة دي يحصل لها مينيمايزيشن او ماكسيمايزيشن هي اللي بتأثر فيها. تعالوا نبص برضه على نفس القواعد اللي احنا ماشيين عليها. هفاضل بالنسبة إلى المتغيرات بس أي متغيرات؟ هفاضل بالنسبة للمتغيرات للدالة اللي أنا عاوز أعمل لها مينيمايزيشن. أنا عاوز أعمل مينيمايزيشن هنا أو أثبت عندي. إيه هي الدالة؟ إيه هي البارامترز اللي بتأثر على المينيمايزيشن هنا؟ هي عبارة عن الأر والال صح؟ صح ولا لا؟ يبقى انا هفاضل بالنسبه لهذه المتغيرات، ناخد بالنا كويس قوي، ان انا بفاضل بالنسبه للمتغيرات اللي داخل الداله اللي انا عاوز اعمل لها مينيمايزيشن. فهفاضل هنا بالنسبه للار وهفاضل بالنسبه للال. هيطلع لي عندي معادلتين في مجهولين باعتبار ان اللمدا ان انا هجيب كل واحده فيهم بدلاله اللمدا. تمام؟ يعني كان اللمدا قيمه معروفه عندي. يبقى في هذه الحالة أقدر أقول إن الأر بتساوي ماينس 2 على لندا والإل بتساوي ماينس 4. يبقى أنا جبت المتغيرات بتاعتي اللي هي الأر والإل بدلالة اللاجرانج مالتي بلاير اللي هو اللندا. فبقت عندي الأر بالقيمة دي والإل بالقيمة دي. طيب هما دول القيم يا جماعة اللي هما هيثبتوا لي قيمة الفوليوم بتاعي. أنا الفوليوم بتاعي عشان يثبت عاوز أثبته عند قيمة اسمها في نود. ففي الحالة دي في نود بتساوي إيه؟ من المعادله بتاعتي في بتساوي باي ار تربيع ال وانا جبت الار والال بدلاله اللاجرانج مالتي بلاير. يبقى اقدر اجيب الفي نود اللي هي بتعمل لي اتثبت عند هذه القيمه بدلاله الار والال اللي انا جبتهم بدلاله اللمبه. هيبقى عندي حاجه زي كده. اقدر اقول ان الفي اوت او الفي نود مش الفي اوت الفي في نود بتساوي الكلام ده. يبقى انا جبت الفي نود دلوقتي بدلاله ايه؟ اللمبه بدلاله اللمبه. طيب هجيب لمبه في طرف لوحدها يبقى انا جبت اللمبه بدلاله يعني كأن لو انا عاوز اثبت الفي نود عند قيمه معينه كل القيم دي معروفه اقدر اجيب قيمه لندا المقابله ليها. يبقى كأن من المعادله دي انا ممكن اعرف شويه حاجات بسيطه ظريفه جدا. هي لو انا عندي الفوليوم عاوز يثبت عند قيم مختلفه يعني لو غيرت قيمه عاوز اثبت الفوليوم عندي مش عارف كام سنتيمتر مكعب 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 يبقى عند قيم مختلفه للفوليوم اقدر احسب اقدر اوصل الى لاجرانج مالتي بلاير له قيمه. ودي نقطة مهمة جدا. تمام؟ لو أنا عاوز أثبت السرعة أو أثبت درجة حرارة مية أو عاوز أثبت فلو ريت أو عاوز أثبت أمبليفيكيشن أو عاوز أثبت أي متغير عندي يبقى أنا أقدر أثبت هذا المتغير عند قيم مختلفة يبقى أقدر أستنتج ما يقابله من قيم لاجرانج مالتي بلاير اللي هي اللمبة. ودي مهمة جدا. طيب وصلنا إلى رقم 10. تعال نبص هنا لو أنا عوضت بقيمة لمبة هنا في الايكويشن رقم 7 و8. الايكويشن 7 و8 هي عباره عن ايه؟ ار وال اللي هي الار والال. وانا جبت قيم لندا يبقى اقدر اجيب الار والال بدلاله ايه؟ الفي نود بدلاله الفي نود لان انا هشيل اللندا واحط هنا القيم دي كلها. في الحاله دي انا جبت الار والال بدلاله الفي نود. يبقى عند قيم لاجرانج مالتي بلايرز مختلفه اقدر احصل على قيم ار مختلفه وعلى قيم ال مختلفه تحقق لي ثبات للفوليوم الفوليوم اللي انا عايزه.
استنى انا عاوز ما انا في الكنترول انا عاوز اعمل كده في الكنترول انا عاوز احصل على قيم بتاعه الكنترولر البارامترز بتاعه الكنترولر عند قيم مختلفه لمعاملات التثبيت بتاعتي اذا كانت فوليوم اذا كان مش عارف فلو ريت اذا كان سرعه اذا كان بوزيشن اذا كان ايه هنفضل ماشيين بقى عادي وصلنا للار والال يبقى اقدر في الحاله دي من قيمه الار والال اقدر استنتج ايه المينيمم اللي هي الداله اللي انا كنت عاوز اعملها مينيمايزيشن اللي هي ايه عندي هنا الداله اللي اشتريها كنت عاوز اعملها مينيمايزيشن اللي هي دي يبقى لو عوضت بالار والال وجبت الايه مينيمم هتلاقوا هنا بس معادله في الجيش قبلها بس في ايديكم هنوصل ان الايه مينيمم بهذا الشكل يبقى وصلت لحاجه ثانيه بقى ايه اللي وصلت له كمان استنتجت دلوقتي خلاص المنظومه كامله بقت مستنتجه عندي قدرت استنتج قيم لمبه تمام قدرت استنتج قيم ار وال عند قيم مختلفه لمبه وعند قيم مختلفه في او في نود وبالتالي قدرت اوصل للقيمه اللي انا عاوزها في المينيمايزيشن تمام دي ايه عند قيم مختلفه للجي فاحنا جبنا كل اللي عملته بس ان انا قدرت يعني نجيب شويه معادلات تربط الحاجات دي مش عاوزين اكتر الوضع هيتغير بقى هناخد المره الجايه مثال لو انا عندي موتور وعاوز اعمل مينيمايزيشن لحاجه معينه انتجر سبيد ايرور عاوز اعمل مينيمايزيشن لسرعته عاوز اعمل مينيمايزيشن لاي حاجه ازاي اقدر اوصل لده يبقى هستنتج البارامترز بتاعت الكنترولر زي الكي في اللي كنت بستنتجها قبل كده اللي هي تعمل لي مينيمايزيشن لداله كده واضح يا جماعه المثال ده؟ اذكر المثال ده كويس قوي هنطبق زي ده بس.